أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ستفكر جليا في حال استهدفت الحرس الثوري الإيراني، لأن الحرس الثوري الإيراني هو مجبر على الرد حينها على القوات الأمريكية سواء في سوريا أو في العراق. ولكن دعنا نقول بأن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت أربيل واستهدفت الأراضي السورية كانت رسائل، لم تكن يعني هي من أجل القتل، كانت رسائل للولايات المتحدة الأمريكية، رسائل لإسرائيل بأن إيران لديها صواريخ من الممكن أن تصل إلى كل مكان في هذه المنطقة. اليوم دعنا نقول بأن نسمع الرد الأمريكي، ولكن حجم الرد الأمريكي حتى اللحظة لا أحد يعلمه، قد يكون رد مثل ما كانت الردود السابقة عن استهداف قواعد أمريكية، أو أكبر بكثير بتدمير بعض القواعد التابعة لميليشيات إيران داخل الأراضي السورية. في لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع البريطاني، توعد الطرفان الحوثيين بأنهم يعني سيعاقبان الحوثيين، ولكن الملاحظ أنهم يعني وجهوا ضربات للحوثيين في داخل الأراضي اليمنية، ولكن وهذه الضربات لم تردع الحوثيين وواصلوا ضرباتهم. يعني ما مدى حدود الرد المقبل للطرفين واشنطن ولندن؟ ولن تردع حقيقة أمل، ولن تردع. الموضوع في منطقة الشرق الأوسط لن يحل بالحرب، سيحل باتفاقيات تجري في المنطقة. ما دون ذلك أعتقد جميع الضربات لن تردع ولن تردع للحوثيين ولا غير الحوثيين. دون حل شامل في الشرق الأوسط لن يكون هناك سلام في هذه المنطقة، طالما الجميع يتصارع عليها، طالما الجميع يتشارك بقتل شعوب هذه المنطقة. مدى واقعية ما يتم تسريبه أيضا من أخبار من أن أمريكا ربما واشنطن ستبلغ طهران بالضربات وما أماكن هذه الضربات لإخلائها من باب رفع العتب؟ يعني يقال أن مثلا أمريكا نفذت الضربة ضد إيران وهو لحفظ ماء الوجه، هل هذا صحيح؟ إخلائها يعني هي في الأساس المواقع منذ اليوم الأول، اليوم التالي حقيقة أمر لمقتل الجنود الأمريكيين، جميع المواقع داخل الأراضي السورية قد تراها مهجورة، وانتقلوا إلى مواقع تحت الأرض في الحدود السورية العراقية في ريف دير الزور الغربي، أو في عفوا في غرب الفرات وفي البادية السورية، وحتى في جنوب دمشق عندما استهدف مقر لحزب الله اللبناني وقيل بأنه قيادي من الحرس الثوري الإيراني. لم يمت أي قيادي من الحرس الثوري الإيراني، لأنهم حاولوا يعني إعادة الانتشار وعدم الظهور في أماكن من الممكن أن تستهدف. لذلك أقول نعم، قد تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية.